لان الاعدائين ديالنا يعني اول مره كيلعبوا هذا النوع من هذه السباقات وحققوا يعني توقيتات جد مهمه ومراتب جد مهمه مع عدائين صراحة يعني لهم الباع في المستوى البطولة الوطنية. عدائين ديالنا حتل وليد أطلبة المرتبة الثالثة في 1500 بتوقيت 3:54، يعني فرق بينه وبين الأول 1.4 ديال الثواني. والمرتبة كذلك الثالثة حتلها ديحة عبد الرحمن في 3000 موانع، وهي أول مرة كيلعب هذه المسافة الصعبة. وكذلك اسماعيل أطلبة حقق المرتبه حتى هو الثالثه، يعني كانوا في مسافه 1500 حتى هو، وعندنا المرتبه الثالثه كذلك في 800 متر. يعني العدائين ديالنا كلهم كانوا في مراتب جد متقدمه، كانوا في مراتب جد متقدمه. هذا شرف بالنسبه لنا، وهذه غير كما كنقولوا غير البدايه. والاشاره الان حدايا العداء القديمة الجديدة رشيدة نايت خويا الغنية على التعريف، لبات الدعوة وجات تحضر معنا لهذا لهنا لبن قرير للإشارة في هذه العداءة هذه. يعني شنو نقول في حقها؟ اللي نقوله قليل. علاش؟ لأن هذه العداءة هي اللي كانت لابلونت النبتة باش حنا بنينا هذا النادي. لأن في 2007 هذه العداءة هذه كانت في في في, في الألعاب المدرسية، حققت التأهل بالمينيما للمنافسات الوطنية بتوقيت رائع جدا في الفتيات اللي هو 4:25 في 1500، وقلبنا لها على نادي ما لقيناش نادي. في حين ان يعني ما هذا هو الحرقة اللي بقات فينا، لان ما بغيناش ولاد بومندات انهم يضيعوا. فكانت يعني العداء رشيدة نايت خويا هي اللبنة الاولى في بناء ديال هذا النادي هذا. ونخلي الكلمة دابا ليها ونشوفوا شنو غتقولنا رشيدة. اولا قبل البدايه ديالي السلام عليكم، بعدا رشيدة نايت خويا عداء او نيفو ديال 1505، ودابا انا جيت خصيصا باش نحضر لهذه البطوله ديال الدراري ديال النادي ديال بومالندات، وشكرا على الدعوه. وبالنسبه لي انا كعداء وغنبقى ديما عداء حيت هاد لو دومين هذا عجبني باش نبقى فيه وعجبني، ورغم انه كانوا عندي عوائق وكان عندي فيما دقيت شي باب ديال شي كلوب ما لقيتش كندير باش ندخل ليه، وكانوا كذوب وكانوا بزاف ديال الاشياء، ما كانش شي واحد اللي غادي ياخذ بيدي. وفيغ لا فان انا كنت مع الاستاذ الشريف اللي تنشكرو ديما وغادي يبقى ديما استاذي المحترم في اونيفو ديال الاتليتيزم، كان معايا وخدا بيدي وديما تيشجعني ولي بروغرام ولونترينمون والصبر. وكان الشعار ديالنا ديك الساعات من نهار بدينا هو من سار على الدربي وصل، وديما تنرفعو في اي دومين مشيت ليه واي بطوله ولا اي طريق مهما كانت شاقه وكانت صعيبه، راه تنتذكر هذا الشعار ديالنا وديما مرفوع للفوق ان شاء الله. وبالنسبه للبدايه ديالي في الاتليتيزم، راه بديت كفتاه كتلميذه بثانويه بومالندات، وشرفت المنطقه بطبيعه الحال، شرفت الاهل ديالي، شرفت الاساتذه ديالي، ورفعت راس الجميع، وتلقيت نصائح وتلقيت دي بروغرام اللي هما نفعوني وصبرت ليهم. وكانت البدايه ديالي مزيانه بزاف في الاتليتيزم، وحققت نتائج اللي تيفرحوا وخليوني وتيشجعوني انني نكمل في المسار ديالي رغم انه كانوا عندي ظروف. وشكرا لكم بزاف، وحققت لي طون اللي هما زوينين وتيفرحوا وتيشرفوا بالخير. وشكرا للجميع، شكرا للطاقم التقني. دي استاذ الا سمحتي، بالنسبه للنادي انا بعدا فرحت بزاف نهار سمعت انه بومالندات دارت واحد الكلوب اللي غادي ياخذ بيد التلاميذ ولي زاتليت كاملين والعدائين ديالنا وكل شيء، والابطال ديالنا اللي غيكونوا بطبيعه الحال تيشرفوا المنطقه. فرحت نهار سمعت بانه تكتشفت واحد الجمعيه وتسمت وبدات بسميتو بسميتي وغادي ترفع ان شاء الله الفوق. وبالنسبه الاتليتيزم ما تخليتش عليه، بالعكس نهار جاتني دعوه انني نجي نحضر لسميتو، نهار سمعت انه تكتشف واحد الكلوب تما وتفتحوا الابواب ديالو، نتمنى انني نرجع في هذا المسار ونكمل فيه بكل قوه وكل جديه، وبطبيعه الحال نعاون العدائين الاخوان ديالي ونبقى معاهم وباستطاعتي انني نعاونهم ان شاء الله ونديروا يد في يد باش نرفعوا المنطقه.
بالنسبه للفتاة ديال منطقه دادس والنواحي ديال دادس اون جينيرال، كانت فتاة ديما جد متحمسه لاي حاجه، وكتقرا كتخدم كترفع راسها في اي دومين مشات ليه، وشريفه، والمناطق ديالنا الحمد لله تيمتازوا بواحد الحشمه والحياة والمعقول والنيه والخدمه والصبر هو كل شيء. وان شاء الله غادي نكونوا عند حسن ظن الجميع، والفتاة ديال بومان دادس ولا النواحي ديال دادس اون جينيرال راه قادره توصل وغادي توصل بكل جديه ان شاء الله. نلتقي بالتقني، وشكرا للدعوه وشكرا لكم جميعا وبون كوراج. واش نهضر في الاخير، انا كنشكر الطاقم ديال دادس انفو على تحمل المشاق وجا وسهر معنا ونقل هاد الاجواء ديال هاد المنافسات. كنشكر السيد الرئيس ديال النادي ديال العاب القوى، كنشكر السي جمال السائق المحترف ديالنا، كنشكر لاله فاطمه، كنشكر السي لاله الكبيره، كنشكر لاله الكبيره، كنشكر السي محمد تازره، كنشكرو السي علي المصور الصحفي القدير ديالنا. صراحه نبغيو الناس ديال بومان كاملين يشوفوا هاد الصور ويشوفوا هادشي اللي كنديروه باش يقدموا لنا يد المساعده، لان النادي ديالنا نادي فتي، نادي مازال حنا في بدايات، حنا محتاجين لكل المساعدات ماديه معنويه. الناس اللي كيشوفوا فينا غيورين على المنطقه ديالهم، نتمنوا انهم ياخذوا ويهزوا بيدينا ويهزوا هذا الهم اللي هازينو حنا ديال البلاد. شكرا للجميع، وكنخلي الكلمه للاستاذه فاطمه. انا جد فرحة هذا النهار اللي جيتنا نشوف الابطال ديالنا وما تينافسوا الابطال ديال باقي انحاء المغرب، والحمد لله شرفونا وحمرونا وجهنا وتكلاصوا هما بارمي الناس اللي جابوا التوقيت المناسب. وكنشكر السيد الرئيس اللي دعاني باش نجي انا والصديقه ديالي كبيره، وكنشكر المدير التقني والاستاذ سعيد اغوردوس عبد الدين المعصب اللي تيسهروا على هاد الابطال باش يكونوهم وباش يديروا منهم نيت ابطال دوليين ان شاء الله. وكنشكر